أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.